اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه دار البيضاء، بالضبط من مركب محمد الخامس. فهاد اللحظات تعليمات نائب ولي الامن الفاتح اللي كبير طيب. السلفار كبير هنا بمركب محمد الخامس. مباراة ما بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق المولودية الوجدية. تمشوا معنا استنفار كبير أمني باش تنظم المباراة في واحد الظروف زوينة وهادئة وتكون رائعة. يعني الجنبات ديال المركب كلها وقفه في رجال الامن باش ينظموا تنظيم. راه ما ساهلش، صعيب شويه من الجمهور ديال الفريقين تكون واحد كيجيو واحد كيجيو بالاقتراح، يعني خصك تكون حاضي صغيره وكبيره ان شاء الله دوز المباراة في واحد الظروف جميلة. تحية رجال الأمن. اش من جزائريين، اش من تنظيم عندكم، اش من ماتش كيما السما ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، إلى حلقة آخر إن شاء الله.